سقراطي العادلة إلى حقل الفلسفة والحكمة، إلى تكشف داب المحيل، إلى حقل الإيمان الراسخ المستلهم من قصة أبي الأنبياء إبراهيم مع ولده نبي الله إسماعيل عليهما السلام، بعد التسليم لله في تحقيق الابتلاء المأمور به في الرؤية الشهيرة. لكن حينما انتهيت من قراءة متنها سرعان ما انفك اللغز وبان القصد الذي صدى إليه اختيار عنوان بهذه الصيغة، وهي الفكرة الأساس التي سوف تتمحور حولها مختلف الأفكار المطروحة في ثنايا هذا المؤلف. فالكبش في القاموس هو القائد، يقال كبش الكتيبة أي قائدها، والفداء هو التضحية من أجل تخليص الشيء المفدى. وسقراطي العائدة إلى رائد الفلسفة اليونانية سقراط هي الإحالة على الذكاء والحكمة والتبصر. وأعتقد أن غاية اختيار العنوان إذا ما تم حمله على هذه المعاني هي التوجيه إلى أن القيادة في مجالات البحث عن الحكمة والتطلع نحو قيم الفطرة وتهذيب الأخلاق وإدراك العدالة بين الجميع يستحيل أن تتم دون فداء. منذ أن فتحت الرواية على أول عبارة وإلى أن وضعتها جانبا وتلهيب كلمات في حقها، بل لأنها فعلا اعتقلتني وأنا أقلب صفحتها وأنتقل عبر سكة فقراتها من فقرة إلى فقرة ومن فصل إلى فصل، ولم تفرج عني إلا حينما بلغت إلى غلافها الخلفي. إذ كلما تقدمت في القراءة زدت اشتياقا إلى المتابعة وإصرارا على الإكمال، فأسلوب الرواية شائق وبديع وسلسلة الأحداث محكمة الربط، ولا ينبغي كسرها أو تركها دون الوصول إلى الحلقة الأخيرة من حلقاتها، وذلك حتى يدرك الغرض وتكتمل الصورة. كما أن حزمة الأفكار الموازية لتفاصيل الأحداث والسابرة لظواهرها وخباياها بتدفقها المحكم ومنطقها السديد، سواء على لسان شخوصها من بني الإنسان أو غيرهم من الحيوان، جعلتني متابعا ومنتبها ومحللا ورابطا بينها وبين ما تلمح إليه مجازا أو كناية أو مباشرة من محطات في واقعنا الملهم بالتأمل